زياد الهان يتعدى مرة في نسمة حكى على المصور اللي وقت اللي ضربه وزير الثقافة بعظمة قال راهو السيد هذايا توقف ما عندوش علاقة ما ضربش هو كان يصور بشكل طبيعي وقال راهو وقت اللي السيد وكيل الجمهورية قال أنا وقفت طارق شكيوة خرج بيان قال أنا وقفت وخاطر اعترف زياد جاب المحضر وقال راهو ما اعترفش وبالتالي كذب وكيل الجمهورية طارق شكيوة طارق شكيوة قدم شكاية وحط فيها شكا به وقال يتم سماعه في محكمة أخرى تتبعه في محكمة أخرى تعينت في التحقيق العاشر بابتدائية تونس جينا اليوم قلنا له يا سيد الرئيس احنا نجرحه فيك باعتبارك في نفس المحكمة اللي شاكي فيها وكيل الجمهورية بتونس طارق شكيوة ورانا مقدمين مطلب لمحكمة التعقيب طالبين فيه نقل القضية إلى سوسة رجاء أخر الملف والاستنطاق إلى حين البت في المطلب لمقدمينه في محكمة التعقيب اللي هو مش أقل من أسبوعين يا أخي طبعا قال أوكي نوخره خذا موعد ليوم 24 لانتظار مآل المطلب في محكمة التعقيب ثم أصدر فيه بطاقة إيداع في سجن المرنقية نعرفوش عليه حفاظا على الأمن العام حفاظا على السلامة العامة حفاظا على سرية التحقيق اللي هي احنا نستناه مازال ما تحلش التحقيق ان شاء الله ما يكونش كيما نتصوروا انه كيما كانوا قبل يقولوا قضايا محل متابعة وهذا قرار احتجاز غير قانوني لانه المرسوم اللي يلزم يتحال به زياد الهاني 115 لسنة 2011 ما فيهوش لا ايقاف ولا بطاقة إيداع ولا حبس الفصل 128 اللي حالوه به ايضا مع المرسوم هو فصل ميت تم نسخه لا عمل عليه وباطل وما بني على باطل فهو باطل عملية ايقافه عملية باطلة اليوم سيدي نزار العاكر مش هم الاجراءات القانونية اللي تقوموا بها كلجان الدفاع اليوم ماضي ساعتين ثم اجتماع لهيئة الدفاع وان شاء الله نشوفوا الاجراءات هذا عملية تعسفية واحتجاز حرية شخص في خلفية قضية سياسية واضحة عيني عينك يتفضلوا توا يحبوا يوقفوا الرأي كله يقصوا لسانات الناس تتكلم في البلاد كلها